اني باقا قاصر وكنتعرض للتحرش. كتمشي للمدرسه كترجع كيتعرض ليها واحد المسرقع، وكان كيقول لي ركبي معايا نوصلك بالموطور. بغا يديها صحه تعرض ليها وجرني بزز، يعني من وسط الطريق جرني لواحد التيران كيلعبوا فيه الدراري. جيت للبريكاد هنا ما مسوقينش ليا، ماشي غير مره ولا جوج. هو هذا امن عندنا، غنمشي شكون غادي يحمينا من غيرهم؟ كنسكن في خميسية عميرة، في عمري 16 عام، يعني بقى قاصر وكنتعرض للتحرش. ويومين هادي جا وقف عليا واحد وبالتهديد يعني كيهدك باش يختطفك، وانا ردت الفعل ديالي ما ايضا ما غاديش نقبل نمشي معاه، ودزت حيتاش دازو شي ناس ومشيت معاهم بصفتهم. انا عيطت بحال عيطت لبابا ومشيت معاهم. واليوم جيت نعطي شي كتوبه لواحد الدري باساس عندنا الجهاوي وكنحفظوا ليه، جيت نعطيها المقرر وداكشي باش يحفظ. وجيت وكان كيقول لي ركبي معايا نوصلك بالموطور، وماشي حتى ديالو ديال واحد اخر. وهو داك الدري قال لي واش يمكن لك تركبي معايا يعني نوصلك لداركم. ما قبلتش، قلت ليه صافي غير سير وصافي. وفاش جيت تعرض ليا وجرني بزز، يعني من وسط الطريق جرني لواحد التيران كيلعبوا فيه الدراري، وكيقول لي يا اما غنمشيو انا وياك بجوج لداركم. المهم تهديد بالاختطاف، وقال لي تمشي معايا ولا تجلسي معايا هنايا. اول مره ولا مش اول مره كيدير؟ لا ماشي اول مره، شي ثلاثه د المرات تقريبا. اصلا واخا كيكون جاي عندي من بعيد بزاف د المرات كيحاول، ولكن انا كنمشي بالزربه للدار، ما كنتسناهش باش يجي يهضر معايا. كنطالب من السلطات باش يعاونوني ويحاربوا هاد التخلف والظاهره اللي كاينه في خميسيه عميره، وبزاف ديال بزاف د المشاكل كتعاني منهم خميسيه عميره، ماشي غير التحرش، يعني بزاف د المشاكل الكريساج. يعني كنطالب من السلطات تحمينا وتقوم بالواجب ديالها، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا اسمي بالدوزي مصطفى اسماعيلي العلوي. انا عندي بنت كتقرا في خميس ايت عميره شتوكا ايت با، كيتعرض للتحرش والاختطاف. كتمشي للمدرسه كترجع كيتعرض لها واحد المسرقع، بغا يديها صحه. وجيت للبريكاد هنا ما مسوقينش ليا، ماشي غير مره ولا جوج. وانا شخصيا تعرضوا ليا وكريساوني، ضربوني ودرت سيرتيفيكا وشتها ليهم، حضوا ليا التليفون ديال 28000 ريال. قال لي سير تجيب لي سميتو، شت ليه سميتو، قال لي ما مسوق لياش كاع. ودابا الله يرحم لكم الوالدين، كنطلب منكم توقفوا معايا. واش انا هاد الدريه هادي غنبقى نجيبها للمدرسه اولا نجيب ليها ما تاكل، وانا مرض فيها الضيقه. دابا كنطلب من جلاله الملك يوقف معايا في هذا المشكل هذا، الله يرحم ليه الوالدين. راه شحال هادي، ودابا والبارح نتعرض ليها، ودابا عقبال تعرض ليها شدها صحه في الطريق. تجاو شي ناس الخدامه نزلوا واحد استافيط وفكوها، هما كيهضروا مع داك المجرم، هي سلتات مشات للدار. شي كتر غدا ان شاء الله، ترى غدا ان شاء الله ندير ندفع للوكيل ولا نجيبها ليهم. ولكن واخا شتها ليهم راه ما كيوقفوش معايا، ماشي مرة الاولى هذه ماشي الثانيه، الاولى كاع عام الاول كيوم سيرتيفيكا تعرض ليا واحد سميتو كاين فكادير دابا، وكاع ما داوها فيا. وحاليا عاوتاني راه في اواخر ديال رمضان، شي باقا 3 ايام من العيد تعرضوا ليا شي وحدين في الخربه، وعندي الشهود ودرت سيرتيفيكا وجدت حتى نضرب ما داهاش فيا. وفين غادي نمشي فيه هذا الامن عندنا؟ من غنمشي شكون غادي يحمينا من غيرهم؟ وهذا الشيء اللي كنقولوا، كنطلب من السلطات المحليه توقف معنا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.